اهلا بيكم. الحادثه ديت يعني اهم طبعا ده حادثه تمثيليه مش حادثه حقيقيه. الفقرات العنقيه ما عندهاش هزار، ما بتسميش، مشكلتها مشكله ضخمه يا جماعه. الكلام ده بقى في الحركه دي، فنط من حمام سباحه في حركه تهور عشان حضرتك صاحبك بيصور وانت عايز تنزل فيديو كده تبهر بيه الناس على الفيسبوك، راكب البتاع اللي اسمه اللي ما اعرفوش ده، الموتوسيكل بتاع الميه ده، انا ما اعرفش اسمه ايه، اسمه جيت سكي، متشكلين يا جماعه، وبيجري في الميه وراح جاي، ما قلت اما اعمل منظر كده ورحت جاي ناطط، فنطيت في حته مش عميقه قوي او فيها صخره، ما تحت الميه مش باين، راحت دماغي مخبوطه، راحت الفقره مكسوره. الفقرات العنقية ما تهزرش. طب تعالوا نشوف ايه قصة الفقرات العنقية في فيلم من الميلودراما فعلا يستحق الإخراج فيه ملك الميلودراما حسن الإمام. ده بس هنا بقى مش ميلودراما سينمائية في الأفلام وبتاعه ورا الشاشة الفضية، لا ده شاشة الحياة. بس النهاردة اللي هيسرد لنا القصة والحكاية واحد من الأسماء الكبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، الميجا ستار لهذا العالم اللي بيسعدني جدا بحواره العلمي الراقي جدا، الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري كليه الطب العصري عندي جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور صديق. اهلا بحضرتك دكتور ايمن، اهلا وسهلا. النهارده حضرتك هتحكي لنا باسلوبك الجميل وبصوتك الرخيم زي ما عماد حمدي كان بيحكي كده افلامه، لا هتحكي لنا بقى فيلم من الافلام المخيفه الواقعيه للفقرات العنقيه. هو الحقيقة ساعات بيبقى الواقع أسوأ بكتير جدا بالظبط من الدراما، من حتى الخيال المؤلف اللي بيقوله. يعني حضرتك من أصعب الحاجات اللي بتقابلك في حياتك تبقى قاعد حضرتك في العيادة أو يجي لك في الطوارئ شاب جميل قمة شبابه، عشرينات، 18، 25، 30 أو واحدة، محطوطة على ترولي أو على خشبة له خشب ومشدود، الايدين ما بيتحركوش، الرجلين ما بيتحركوش، الرقبه في طوق قد كده علشان ما نحركش الرقبه، ايه اصل كان في حادثه، تعرض لحادثه، اصله وقع، اصله بتحصل كتير جدا، اللي بينزل الميه وبيخبط براسه في الارض دي، ساعات الراس لما بينزل بتعمل كده اللي هي الايه الفرده الرقبه كده بينزلش صح. يعني اللي بيبقى نازل المفروض بينزل بكيرف الراس لتحت ومتنيه والدقن محميه كده، دي اكتر حاجه تحمي، لكن اللي الراس بتتفرد منه بطريقه الخطا او ما مش رابط حزام كويس، او حتى لو رابط حزام والسرعه كانت عنيفه، لان خلي بالك الاصابه معدلها بيتناسب طرديا مع سرعه العربيه، لان ده زي المقزوب بتاع طلقه الرصاص، واخد بال حضرتك، بسرعه جدا رد الفعل، الرقبه بتحدف لورا تنزل لقدام خلاص بتكسر الفقره. هو لو ورونا الفيديو تاني بس باختصار هنشوف الرقبه أيوة. رايحة وجاية، هم بيسموا الحركة دي علميا بيسموها بينج بونج، يعني بينج اللي هو ايه رد. زي كرة البينج رايح جاي بسرعة تك 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 ورا بعض كده، تلاقي الرقبة اتخلعت. واخد بالك الرقبة اتخلعت، القصة ببساطة جدا، القصة مش العظم. هنا يعني الرقبة تلاقي الرقبة عمالة رغم ان هي اتمسكت، شوف خلي بالك، بص الرقبة بتمر قدام وللجنب ورايحة جاية، انت بتمر بحوالي اربع حركات ورا بعض. يعني هما بيحصلوا انه تايم من غير ما حد يتحكم، هايبر اكستنشن اللي حصل في الاخر، هي هايبر فليكشن، مع يعني انحناء امامي شديد مع انحناء خلفي شديد، دي بدايتها ممكن تعمل قطع في الحبل الشوكي او تعمل ما يسمى الويبلاش انجري اللي هي زي كرباك على الحبل الشوكي. اصابه جامده جدا. ساعات ما تبقاش الاصابه كامله، تبقى مجرد كدمه او تجمع دموي او شريان بيتقفل، تعمل جلطه في الحبل الشوكي، تتعدد الاصابات. الكارثه بقى في هو الاصابه حصلت في انهي فقره، لان كل فقره في العمود الفقري لها خاصيه. يعني انت لحد الفقره الخامسه الاعصاب اللي فوق دي خطيره جدا 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 ومسؤوله عن عضلات التنفس والنفس والكلام ده كله. الخامسه مع السته دي بالحجاب الحاجز اللي بيخلينا نعرف نتنفس اللي هو الفرنت نيرف، واخد بال حضرتك؟ لو حصلت الاصابه من فوق الفقره الخامسه ده المريض ده لازم يتحط على جهاز تنفس صناعي، لانه هيتنفس بايه؟ بالعضلات المساعده اللي هي بتاعه الصدر اللي بنسموه السباينال اكسسوري، اللي هو النفس يبقى طالع بالايه؟ بالقفص الصدري مش فوق وتحت كده بالرئه، بحركه. وده موضوع مجهد جدا والعضلات ضعيفه يعني بتجهد بسرعه، تلاقي الاكسجين بدا ايه؟ يقول لك كان تركيزه او التشبع الاكسجين كان 100% بقى 90 بقى 80 بقى 65،
كل مادة بيسقط لأن العضلات دي مش هتقدر تقوم بهذه القصة. الفقرات العنقية فقرات دقيقة جدا، يعني احنا لما نيجي نبص على تكوين الرقبة، تكوين الرقبة ده عجيب سبحان الله. الرقبة تكون من 7 فقرات زي المنظر اللي قدامنا ده كله، كل فقرة ما بينها وما بين الفقرة التانية حاجة اسمها القرص الغضروفي، وبيطلع منها عصبين، وورا جسم الفقرة الحبل الشوكي نفسه. وهنا ديت القصة كاملة. بص الفقرة بتتحرك، ربنا خلق لها مفصلات كده تتحرك بيها، بس هي ما بتتحركش كده لوحدها، ده الحركة للأمام في مجموعة من العضلات ورا والأربطة تمسكها، والحركة للخلف في رباط أمامي قوي جدا يمنعها من الانحناء الخلفي، يعني هو عامل زي الإيه؟ زي اللجام كده، تطلع قدام من ورا يشد، تيجي ورا اللي قدام يشد. الفقرات بتتحرك، والعمود الفقري مشكلته كمان في الرقبة إن في حركة بنسميها التورشن أو الحركة الدائرية، أو اللي هي على المحور الرأس إنها تلف. طبعًا اللي أنا ببص كده. إنها تلف كده، دي أصعب واحدة فيهم، لأن دايمًا لما تحب تكسر حاجة بتعملها كده. واخد بالك؟ فالحركة الدائرية دي هي أكتر حاجة تخلي تكسر المفصلات بتاعة الفقرة وتبدأ تتزحزح. حتى في الغضروف دي بتبقى أصعب حركة. دي يعني الحركة اللي بنشوفها في أفلام بتاع بإيه؟ تك دي. تك بيكسر له رقبته. في الانزلاق الغضروفي تلاقي دايما السبب في الرقبه ايه؟ يقول لك اصل هو حرك رقبته حركه فجائيه، هي قفشت على كده، عشان ترجع بقى بتاخد وقت، بس هي لما قفشت على كده ايه اللي حصل؟ مفصل الفقره بدا يتحرك، الغضروف انفجر وخرج بره وضغط على العصب في اتجاه ما. الفقرات العنقيه هم 7 وضعاف بطبيعتهم، ربنا خلقهم كده فقرات صغيره، والجواهم الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده هو ده بيت القصيد زي ما بيقولوا، ودي الخطوره كلها. علشان كده لو واحد عنده مشكلة في الرقبة بنقوله لا استنى بقى، تعالى ما بلاش تضيع وقت، الرقبة ما فيهاش هزار. اللي عنده غضروف في الظهر ممكن عليه سنة واثنين وعشر وخمسشر سنة، بنشوف ناس 20 سنة عندها غضروف وعاشت معاه، وممكن غضروف حجمه يقل ومع العلاج ومع الراحة وكلام منه. غضروف الرقبة لا، غضروف الرقبة في الأول بيديلك كتلة من الغضروف تضغط على العصب، تمام؟ بعد شوية الكتلة دي بسرعة جدا تتيبس. يعني إيه؟ يعني تبقى عبارة عن زلطة زي العظمة، تبدأ ايه؟ شوف الغضروف اللون لبني ده اللي ورا اللي خارج من الجنب ده، ده اسمها الأعصاب. الأعصاب هنا بتنزل من الفقرات العنقية بتغذي الجسم كله، ولازم الناس تبقى فاهمة ده. يعني الإصابة اللي في الرقبة تأثر على الرجل، تأثر على الرجل، لأن أنا عندي الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي هنا الأساسي ده، واخد بالسبانال كورد ده اللي بيغذي لحد أطراف الأصابع من تحت، تمام؟ أكتر أعصاب تطلع منه تطلع على المنطقة بتاعت الدراعين، ده الغضروف. بيبقى عبارة عن جراب خارجي كده زي الأستك أو كاوتش، جواه مادة جيلاتينية، المادة دي خفيفة كده عاملة زي الجيل. في البداية بتبقى كده، لو حصل فيها قطع نتيجة للانحناء المتكرر، واحد طول الوقت قاعد تاني رقبته ماسك موبايل كتير، ودي للأسف بنشوفها في الشباب الصغير كتير جدا النهاردة، بيضيع وقت بالساعات وهو تاني رقبته كده، دقنه تلمس الصدر او دقنها وتلاقي الرقبه في الوضع ده على فتره طويله جدا. الغضروف ينضغط يخرج بره يبرز بره، هتشوف المنظر يحصل ايه بقى؟ انت ضغطت على الغضروف يحصل ضعف في الرباط الخارجي اللي هو الجراب الخارجي اللي احنا بنسميها الانيلس فايبروزس، والماده الجيلاتينيه تبدا عايزه تخرج بره من الضغط بتاعها، هتقوم جايه بارزه وداخله على العصب. شوف المنظر اهون، تك تك من الجنب كده خرجت ضغطت على ايه؟ على العصب. هنا بقى الكهرباء بدأ، ألم رهيب جدا في الرقبة، ألم رهيب جدا في الكتف، ألم رهيب في الدراع، يقول لك ده نزل على الصابع ده، ده نزل على الصابع ده، ده واخد الثلاث صوابع. المهم بدأت القصة بالألم الرهيب والكهرباء اللي بدأت تدي. المريض في الوضع ده الألم الرهيب الحرارة السخنة اللي طالعة من هنا بيحس إن في كابل كهرباء بيضرب في جسمه بيولع. يعني في ناس يجي يقول لك أنا ما عادش بعرف أنام، ده النوم بالنسبة ليه عذاب، يعني هو بيدخل العلقة المسائية دي لما يجي ينام. لماذا؟ أول ما ينام بيبقى في وضع أفقي، يحصل احتقان حوالين العصب، عندنا ضفيرة مجموعة من الأوعية الدموية الأوردة بالذات اللي اسمها باتسوم بليكسس فينز، الباتسوم بليكس دي بتتملي دم بالليل وتنتفخ وتضغط على العصب أكتر وهو نايم. أنت أول ما تقعد الضفيرة دي الشبكة دي بتفضى، يعني بتنزل الدم ينزل زي ما بيقول لك بيسقط على الرجل، في جد يسقط على الرجل وهي تفضى من فوق، لكن انت مجرد ما تيجي تنام عشان كده يبدا ينام. يقول لك ايه؟ انا كل شويه بعلي المخده. هو بعلي المخده ليه؟ انا عايز المجموعه ديت ما تتملاش دم لانها بتضغط على حاجه اصلا اوريدي مزنوقه.
ويبدا الغضروف. طيب لما تيجي تنام بتتني الرقبه، او خاصه لما بتنام على مخدات بقى من اللي هي الايه، مخده فايبر، مخده سوفت طريه قوي من اللي هي الجل او الريش النعام او البتاع، الحاجات دي كلها تتني الرقبه كده، يبدا الغضروف يضغط على العصب اكتر، تبدا الالم بقى. عندك مراحل هنا في الرقبه كتيره جدا، يعني في واحد يقول لك بص انا ايديا بتتقطع وتنميل وخدلان ومش طايق ايديا، بس بص على رقبتي زنبلك بتتحرك. دي اول مرحله، ان الالم مش هيبقى في الرقبه، ودي اللي بتعمل الناس صدمه. اول ما تقول طب استنى عايزين نعمل اشعه على الرقبه، يقول لك رقبتي يا دكتور، رقبتي بتتحرك زي الفل، لكن هي كده العصب هنا اول ما يبدا في الايه، ياخد العصب والطرف، واهم طرف عندي هنا هيصاب هو الدراع، واخد بالك؟ يجي في الايد اليمين، يجي في الايد الشمال، ممكن ينزل ايد ورجل، ممكن ياخد الجنب اليمين بقى كله، ايد ورجل اليمين، ممكن ياخد الجنب الشمال كله، واخد بال حضرتك؟ دي مرحله من المراحل الاولى. بعد شويه يبدا يحصل تيبس في الرقبه. الرقبه هي عباره عن فقرات، اربطه، ومجموعه من العضلات المحيطيه اللي ماسكه الفقرات ديت، وهي عضلات تتميز بحجمها الصغير وعددها كتير، واخد بال حضرتك؟ يعني تلاقي عضلات عامله زي الاصابع كده داخله متشبكه كده، هي اللي ماسكه الرقبه بهذا الشكل. العضله دي لما بتتقلص بتعمل الم زي الكرامب اللي بيجي في الرجل، الواحد اتشنج ومش عارف يتحرك. اكيد كلنا مرينا بالتجربه دي، لحظه نمت نومه غلط، او انت راكب العربيه مثلا وحد سايق، قمت مش عارف تعدل رقبتك، خشبت بالوضع ده كده. التيبس اللي بيحصل ده من الالم، نتيجه لان في عصب معين انضغط، فتبدا العضله تنقبض، لان انا لو حركت رقبتي ممكن العصب ده يتضرر، فدي نوع من الوقايه، ها، ان ما يحصلش ضرر للعصب او للضفيره العصبيه او للحبل الشوكي نفسه، تبدا الرقبه تقلل الحركه بتاعتها، ودي مرحله بتبقى متقدمه شويه في موضوع الانزلاق للغضروف العنقي. الرقبه بما ان فيها مجموعه فقرات، 7 فقرات وفيها 6 غضاريف موجودين في الرقبه، يعني الواحد ممكن يجيله غضروف، ممكن يجيله 2، 3، 4، 5 ممكن في الرقبه. اول ما تزيد عدد الغضاريف يحصل حاجه بنسميه تيبس في الفقرات العنقيه. تيبس يعني ايه؟ تبدا زوايد عظميه تيجي هنا زي ما احنا بنشوف كده، يبدا العمود الفقري نفسه هو عايز يلزق الفقرات في بعضيها عشان ما تتحركش، لان الحركه بقى فيها ضرر. يحصل تكلسات، شايف كميه العضلات الموجوده فوق دي كلها؟ عضلات رهيبه جدا وعددها كبير جدا، وبتاخد عصب، يعني هي العضله دي مش بتتحرك كده لوحدها، اذا ما جالهاش عصب ما مش هتشتغل. العضله يجي دورها انها تحمي العصب. العصب هو اللي بيدي الحياه للعضله. يعني العصب، العضله تبقى لو ضخمه قد كده والعصب بتاعها يموت، هيحصل ضمور في العضله وتنتهي، مش هتتحرك، مش هتتحرك، زي المرض اللي هو بنسميه الايه، الانتير هورن سيل ديزيز، الموتور نيورون ديزيز اللي بيجي في الرقبه، وده ضمور العضلات العصبي، اللي هو اللي حتى في الاطفال النهارده بيدوروا، يقول لك في فاكسين جديد طالع وحاجه انتي فايرال، حاجه كده معموله بحيث انها تعمل اجسام مضاده وتغير حاجه في الجين وبتاع، قصه تكنولوجيه عاليه جدا. في الكبار يعمل ضمور في العضله وما تعرفش تصلحه، واخد بال حضرتك؟ الا لو رجع العصب، والعصب هنا لو دمر مش هيرجع، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي الاول العضله بتستفيد جدا من العصب، بس العصب لما بقى في خطر من الغضروف تبدا العضله تتيبس عشان تمنع الضرر الزياده على العصب. المحصله في الاخر المريض بيشتكي من الم، يشتكي من وجع في رقبته، في كتافه، يقول لك ضعف حركه، كتفي بدراعي، ما عدتش بعرف البس. الست تقول لك ايه، ما اعرفش سرح شعري، في بيوصلوا لكده، ما اعرفش ارفع ايديا، ما بعرفش امسك ابره وفتله، ما بعرفش امسك معلقه، يعني ديت مراحل للموضوع. ونبدا نشتكي بقى من حاجات كتيره، ده انا بيجي له صداع وما بيروحش، الم في مؤخره الراس مع تنميل مع خدلان، ده انا بحس بفروه راسي كان ايه، ده اللي فيها زيت مغلي من ورا وبتنمل، ده انا رقبتي بكتافي ومنزل على ظهري. مراحل الالم، ومراحل بعد كده الحركه بتضعف، بعد كده مرحله بقى خلاص بقى انا قعدت ادي لك انذارات كتيره جدا، يبقى هيحصل ضرر في الحبل الشوكي. يبدا المريض يشتكي من ايه؟ من ضعف في الحركه بتاعت رجليه، ده مش عارف يمشي رغم ان هي فوق الضغط، فوق، لكن هو الكبل الرئيسي، الكبل الرئيسي ده اللي بيغذي، واصل لكل حته. تبدا بقى الاعراض الخطيره اللي بتخلي العيان زي ما بيقولوا بيبدا يدور بقى على التايه فيه. تلاقي الرجل بدات يتزحف في الارض، يعني عارف زي ما تكون لازقه
الرجل لو مثلا واحد لابس شوز ولمس غيره او لزق كده وكل ما يجي يحرك رجله الارض ماسكه فيها كده، ده المنظر بتاع الحركه. يلاقي في رعشه في الرجل، تلاقي رجله بتنطر كده لحد ما توقعه، تلاقي ايديه مش مظبوطه وبدا او يحصل ضمور في العضله نفسها تخس، زي ما قلنا من شويه لما العصب يتضر العضله تبدا نفقد العضله وتموت مننا العضله. ده بعد شويه البول بقى ايه، مش قادر امسك نفسي، ده بيسبقني غصب عني، فجاه بحس ان البول ساب مني للراجل او للست، وتلاقي الواحد غرق مع نفسه كده في البول بتاعه، بيبقى حاجه نفسيه سيئه جدا. كل الاعراض دي كلها ادت الى ان انا خلاص بقى حياتي بقت جحيم، مش عارف اعيش مع هذا الكلام. للاسف الشديد بقى في ناس ما بتروحش للدكتور، تبدا تروح يقول لك انا هروح بس نعمل شويه جلسات وعلاج طبيعي، او اروح لحد اللي بيطقطق الرقبه او بيشد الرقبه او بيعمل الحركات دي كلها، دي كارثه. كارثه، ما هي الكارثه هو اللي هيدفع ثمنها. ما خلي بالك في الاخر الموضوع جاي، ما الموضوع مش بيخلص على كده. هو راح وطقطق له وشد له، اه والله ده فكت شويه، فكت ايه، ما احنا كنا بنقول من شويه التيبس ده كان موجود لحمايتك، انت كارهه بس هو كان موجود لحمايتك، انت فكته وشدته غصب عنك، واخد بالك؟ اللي فاضل بعد شويه ايه؟ العصب بقى يا باشا، هيبدا بقى هو اللي يشيل الليله لوحده، واخد بالك؟ يحصل هنا كده زي اللي بيحصل كده، الغضروف يضغط على العصب يعمل الام رهيبه جدا، يبدا ضمور، يبدا ضعف في الحركه، وتلاقي مش عارف يدخل الحمام، بيتسند على الحيطه، ماسك عصيان، ماسك ووكر من البتاع المشايه دي. الاكتر بقى من كده، ده انا ما عادش قادر، ده انا بنزل من على السلم بتكعبل، وتلاقي الكعبله بتاعتي مش هو طالب هو نازل، لان العضلات بتاعت رجله مش بتحميه، فميزان الجسم يتحدف لقدام، يقع يتكسر ويدخل في متاهات كتيره جدا. هنا بقى يعني بيدور القرار، هنا اتاخر في مكان ما ينفعش تاخر القرار. ما هو هنا القرار مهم قوي، يعني قرار مهم جدا، انا لازم اروح للدكتور والدكتور بتاع المتخصص. يعني هنا انا بتكلم في حبل شوكي وبتكلم في غضاريف وبتكلم فقرات، بروح لدكتور جراحه مخ واعصاب وعمود فقري، هيبدا يعالج معايا، هيبدا يشوف. مش كل العلاج هيبقى جراحه، لكن في علاج ممكن نوصل الاول بجزء علاجي دوائي عشان اقلل حجم الغضروف والدنيا يعني الالتهابات تقل شويه، ممكن بعد شويه اعالج علاج فيزيائي زي علاج طبيعي وتدليك ومساج وتدفئه للعضلات وتسخين حاجات كده. ساعات بنحتاج لو الموضوع مش فيه غضاريف كبيره ولا بتاع، نقول لهم طيب عايزين نعمل الشد العلمي الطبي للرقبه، في شد للرقبه بنعمله بس هو بنظام معين، ده بتوصيات معينه لازم نكتبها لدكتور العلاج الطبيعي الزميل وهو بيعالج. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري عند استاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، شرف لينا دائما. شكرا لك، نورت يا فندم، اشكرك حبيبي، خليكم دايما معنا سلام.